على إثر عملية الاختطاف الآثم التي تعرض لها الصحفي والكاتب السعودي المعروف جمال خاشقجي لدى دخوله إلى مقر القنصلية السعودية في اسطنبول، وما راج إثر ذلك من معطيات ترجح تعرضه إلى التعذيب الشديد والقتل والإخفاء. يعبر المجلس العربي للثورات الديمقراطية عن انشغاله الكبير عن مصير الصحفي الحر صديق المجلس جمال خاشقجي، واستنكاره الشديد لجريمة الدولة التي ارتكبتها استخبارات النظام السعودي في حين. ويعتبر المجلس أن هذه الجريمة البشعة لا يجب أن تمر دون تحقيق دولي جدي وتحميل للمسؤوليات ومحاسبة للمجرمين، لأن عهد الإفلات من العقاب قد ولى وانتهى. كما يدعو المجلس كل المثقفين والإعلاميين والسياسيين والمواطنين العرب للتظاهر والتحرك للضغط على السلطات السعودية لكشف مصير الصحفي المختطف، وللإخراج الفوري عن عشرات الناشطين بل مئات الناشطين الحقوقيين والسياسيين والعلماء والنساء الذين يتم التنكيل بهم داخل معتقلات المملكة دون أن يحظوا بمحاكمات عادلة وضمانات دفاع واحترام لحقوقهم الأساسية. ويعتبر المجلس العربي أن الوضع يتطلب أكثر من أي وقت مضى إلى تكاتف النخب العربية من أجل بناء مشروع عربي جديد يؤسس لدولة المواطنة في مختلف أرجاء دول الأمة، ويقطع مع نموذج دول العمالة والاستبداد والفساد التي تهيمن على شعوب الأمة ومقدراتها عن المجلس العربي للثورات الديمقراطية الرئيس منصف المرزوقي دكتور أيمن نور توكل كرمان عماية الدائمي ودكتور أحمد طعمه.